الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، عباد بن بشر، عباد بن بشر وصحابك أفتنيك من صور حياة الصحابة. أم المؤمنين عائشة بوحدة ثلاثة من الأنصار لم يكن أحد يسمو عليه فضلا، سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وأسيد بن الحضير وعباد وعباد بن بشر. وعيت السد حنين وأنصار تكمده عد كفض بدل مجرته هذا كواحة إلى عائشة وحيكوك كدكت سعد بن معاذ لبا أسيد بن الحضير سدح عباد بن بشر أوه سحابي كمانتا تاريخي سأل أسي دقدون. عباد بن بشر اسم وضيء مشرق في تاريخ الدعوة المحمدية ومرع رنتي آدي أبو إفية كان مغضى تاريخ ذا دعوة سويال كدعوة ذات إيو جريتان كان هذه الدعوة مقع مكه الشيخ مال علوس ومقع ستاري. إن نشدته بين العباد وجدته التقي النقي قوام الليل بأجزاء القرآن. لكن هذا كبرت ذاتك تقاد عبادة طبعا وكل حجرة ذاتك إلهي كبقى يسافق يهبين القرآن كنت كذا انت سوى جزء ومرك الله بحق عبادة. وإن طلبت بين الأبطال هذا لا أدن حق أيه ميدانك ذاك الجيسي يا شاء إيه هل يضع ألفيته الكمية الحمية وحقو صبح ينوي هاي نين جيسي مواقصرا هكا عندهن خواض المعارك إعلاء لكلمة الله آدنا هنتي ورح مخورتا دقاء الله ذا يقابها دقاء وكجره سي كلمة إله الله قريبا. وإن بحث عنه بين الولاة هدي رنكا ما مطلبه إما مناصب قبت ملك والي وهان رأيته القوي المؤتمن على أموال المسلمين وأن نادي الوارد الوأميني حول حدث المسلمين يعني بمعنى ميدان والبابا هي فيل والبابا وأنك كبارتي بحال ركيسانيك أسر رجل عبادة نعيدك جارسة مالها هذه دقالي جهاد النقطه وانك هل يجا سوق مر الباب هو كيس انا دي هذه اللي لها ما مولنا وقف امن تسوثي له افشنسي يكفى عليه وحي لو دي وانا سيته حتى قالت عائشه فيه وفي اثنين اخرين من بني قومه لا عاش كثير الا من اسكرار ايهين حتى انت المعنى هذا الكهد بحوها ثلاثه من الانصار لم يكن أحد يسمو عليه فضة كلهم من بني عبد الأشهل سعد بن معاذ وأسيد بن الحضير وعباد بن بشر صدح أنه صار تكملي ويو رمب كسو جيدا راب بني عبد الأشهل كسو جيدا وحفظ لكو قاري ملا ومعاذ أو سعد بن معاذ وأسيد يو نيكا كان عباد كان عباد بن بشر الأشهلي حين لاح في آفاق يثرب أول شعاع من أشعة الهداية المحمدية فتى موفور الشباب غض الإهاب تعرف في وجهه نظرة العفاف والطهر. إن كان عبادها مركي دعوة الإسلام بالله من يسوقك هاي أما إليس كيديا مفتين كيديا كصوب بعد حقا المدينة المنورة نور كان محمدية هداية له نوحا أن يرى ويسهيستا أو كوكولاء وغض الإهاب وقف كمرك ولي جيكي سوء سهستو ومرك هرق يسوء مكالا بعمو وجي سوء حكاقا موقنية نظرة العفاف والطهر طور سنان افتين كذا كم مغضا نما هين مالها كل عدعاء وحضان قصد ما وتلمح في تصرفاته رزانة الكهول مركو رغم من إنك صنين لن يراؤها لكن لقن كي سوءها لقن نين قرمذوءه ومرك مان كي سوء فريستي على الرغم من أنه لم يكن إذاك قد جاوز 25 من عمره السعيد يضمرك عشان لا تنجرونه
25 سنة يسوق الجري وحو دقمي سيدة ذاتك أوين وكلا مركي تاقنت حق عقلي. وقد اجتمع إلى الداعية المكي الشابي مصعب بن عمير، وسرعان ما ألفت بين قلبيهما أواصر الإيمان، ووحدت بين نفسيهما كريم الشمائل ونبيل الخصائل. صحابي قال مكشي كان إنه وحا إلهي قدر إنه لكل مصعب بن عمير مصعب بن عمير كرتا ودنجريه وجهر ذاتك مسلمين تا ونيكي وجهر النبي وصدر حق المدينة ونور مركي بقلوبته لأسور رسالين حيالك وحاجرة وح كمستري أه ويسكو حالي قلوبت وإيمانكي مركي بوحا أي كمدو بين أخلاق لو ناكسن يلقن كو ناكسن مدو بو إيه كمده إله سبحانه وتعالى كوكا الله يستي نيك هابي هرتي سبارتين. وقد استمع إلى مصعب وهو يرتل القرآن بصوته الفضي الدافي ونبرته الشجية الآسرة، فشغف بكلام الله حبا وأفسح له في سويداء فؤاده مكان الرحبة، وجعله شغله الشاغل، فكان يردده في ليله ونهاره وحله وترحاله، حتى عرف بين الصحابة بالإمام وصديق القرآن. نينك وحد دقيس مصعب بن عمير القرآن كأقرنية صوت كأقرنية رنتي له سجيد سالح قفك السحرية صوت رنتي فدي أه أو قلن أه أو دقن تذكرنا مرك القرآن كأقرنية اسكمد ما قب القرآن كيسو كابتيفيشن هو صمين مرك هو قبصانة وحتى أظن عنها أنا فهمي بالله سعانيسا قبنا سيكسو إحف جسيني وحلقه ونسو كبو سعان وحكال على ماها ماها قرآن هنا دي دنتهم صوت كادا دي دنتهم الضرر وحوج على هذا كلامك إلهي جل وعلا قلبي يسا أيو مكي بأفرق وحاقونا كمش قول هبين إيمالين شقك كلا مقابل عنا هين قرآن كاموية مركو نجيها قرآن بو أقرنية مركو سفر كجور قرآن بو أقرنية إلا صحابة مركا دم يقول بحيان بالإمام إمام نوال بحي ويا صديقي القرآن كي قرآن كصاحبك الآخر وأنا هديها قفك مومك اللي يقان يعني معنى إسلام كيسة مركيبة هلك وكرقة بصراحة هاي كتاب الله جل وعلا مركو الصعود مركو الجوب مركو السفر هاي مربع قرآن كلاس مرك لا تاني وتل الناس هرمري صلاة الليل كيسة وكذا. وقد كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه يتهجد ذات ليلة في بيت عائشة الملاصق للمسجد فسمع صوت عباد بشر وهو يقرأ القرآن رطبا نديا كما نزل به جبريل على قلبي، فقال يا عائشة ما هذا؟ هذا صوت عباد بن بشير؟ قال نعم يا رسول الله. قال اللهم اغفر له. هبين هبين هذا كبير النبي قال تكن يا صلاة الليل وكنت كان يقول عائشة قول عائشة صاحب وقول لك انا مسجد النبي قول حمق لعباد بن بشير وقران اقرنية عط سو مركة نديئة وقين ورنتي معان كيسله أو سيدي النبي سيدي جبريل وقرآن كله سود دقوا أقرن النبي قال مركو في ما عايشوي نين كان قرآن كأقرن معاد كان معاد كي عباد به مركو سير حيتري هاي يا رسول الله مركو سير هدم بيجي سداف طبعا أنت إن مراد إن لبا قضبة رنتي ومهم إن لا تلمام قفك مسلم كأ قال عن قفك دائر تاع على غيابة إن الله سبحانه وتعالى هو الباب الأفور oo hanuunka oo tusiyo dad waaweyn oo isaga dhali karo oo uu noqon karo inta ayan hanuunka ahayn uu isaga halka laga yaabo 16 jir 17 jir 17 jir inuu meesha islaamkii ilaahay subxaana wa tacaala ku fahamsiiyo halka ugu horeysa ee waxbarasho ay ka bilaabato diinna uu ka bilaabo cilmina uu ka bilaabo qofkana uu sugi karo yani noloshiisa inta haasa sugi kartaay waa qur-aankaasi inuu markaa uu la saxiibo dhibka suuxu ka jira badanaa ada yarto kala markay wax fahmaan markii waxa lagu booda kutubo iyo hawlo waaweyn iyo fuluun be ku mashquula quraanka meel ku baakin gareysay runtii markii uu shaah maxamed shanqiid saaxib al-adwa al-bayan qadali soo xakamay ama qof markuu arday u soo fariisto halka uu dhigi jiray hal xafidta kitaab allah quraanka ma xabs ma yahay biira bax saaxib dhigi macnaheedu waa inta halka quraanka qofku markuu uu laabto uu ka galo وقرانك مركو سبناه حفظ مركو سبناه مركز طلب العلمي علمي مركز معانك سو إيماني الفهم كتر ما شاء بسعود لا قفد وحيد الدليل شلها مركز فقه الجل وحيد الدليل شلها مركز سنو الله شرحه وحيد الدليل قديم الله مركز الخطبة ذين وحيد الدليل قديم الله
marka dadka wacdiis waxa dadka dhigay to qof aan zaad wadan oo maantana hadal u wada hadal iska sheekeynaya lama rabo hal raba waxa ay sheegay marka diin ka hadlaysay in aayad iyo xadiis ku daba socdaan gaar ahaan quraan oo dalil ku noqdo haddaba halka uu ka bilaabo waa kan meeshan meeshan uu ka bilaabo cabaad bin bashir oo quraanku shaakh ka dhigtay uu ku tukada markuu socdo quraanku aqriya markuu tahay quraanku aqriya safar buu gala quraanku aqriya buu nagu quraanku aqrinaya quraanka la aqriya qofka waxa uu runtii uu sugay dabashadu way sugnaanaysaa wailaa qofka biniaadamka qofka isoo inaga maga meediyay hawa markiiba duusanaysa qofka qalbiga maalin meel buu aadaa laakiin qofka haddii qur-aan qalbigaaga uu dego waxaad noqonaysaa qof degan wey shahida cabaad bin bishr maca rasuuli salawaatu llahi wasalaamu calayh maa shahidahu kulla in allah intii uu nabiga sal alay wasalam dagaal uu ku jiray goobihii kala duwanaa nabiga uu taagnaa cabaad bin bishr goob joog buu ahaa wa kaana lahu fii kulli minha mowqifu yaliiqu bixamil lqur'aan goob walbaba uu qeyb uu ka ahaana wuxuu gutay dowr munaasabka qofku qur-aanka xidhisan marka xaamil qur-aanku marka uu dadka la sheekeysanayo waqaarkiisuu leeyahay markuu kaftamayo xuduud buu leeyahay markuu dad la safrayo xuduud buu leeyahay markuu gargalayo xuduud buu leeyahay gurigiisa markuu joogo xaamil qur-aanku ka duwan maxaa yeele waxaad xibsantaha kalaamullahi waad sidaa marka haddii nin kalaamullaahi laabta ugaga buuxda hadduu u dhaqmo si ayi waaxid sakhaafi alaswaaq iyadoo akhlaaq maa marka mowqif walba cabaad bin bishir mowqif runtii u qalma waxuu qalbiga ku sido qur-aanka ayuu marka gudanaya min dalik waxaa ka mid buy taariikhiisa waa tan dhowr jeer baad maqashee ninka kan iyadoo laga sheekeynaya laakiin iyadoo faahfaahsan ana rasuula salawaatu llahi wasalaamu calayh lama qafala caayidan min ghaswati dhaati ardiqaac nebiga markuu kasoo ragaad celiyey duulaankii la magacbaxay dhaati ardiqaac nazala bilmuslimiina fii shicbin min alshicaab liyaqdu laylatahum tilk laylatahum fiihi nebiga marka dabcan dagaal baa laga soo laabtay lasoo gadoomay wuxuu ciidanka uu la soo gudeeyay nebiga sal alla alay wasalam wuxuu dejiyey meel laba buurad u dhexaysa shicaaba maka waa meelaha arjimada ah wadiiqii ugu dhexayso aad aad u yar yaroo buuraha u dhexaysa halkaasuu dejiyey bal wuxuu yidhi maadaama la daalan yahay weli halkii aan u soconayna weli aynaan gaarin bal halka ku nasibu yihi caawa meesha barya wa kaana axadu lmuslimiin qad saba fii athnaai alghazwati imra'ata min nisaai lmushrikiina fii haybati min zawjiha waxaa dhacda marka dadkan wada socda muslimiinta ka midii ama muslimiinta ah waxaa ku jira nin saxaabiyo soo taxaabtay oo soo qafaashay haweenay uu qabo nin mushrikiinta ka mid isagoo gurigiisa ka maqan buu soo dhursaday falamaa xadara zawj walama yidi imra'atahu ninkii naagta qaba ee mushriga ah markuu gurigiisa intuu yimid islaantii uu waayey aqsama billaati waalcuzaa layalxaqanna bimuxammadin waasxaabi waan laa yacuuda ila ida araaqa minhu daman dhaar buu wuxuu ku maray isagoo ku dhaaray labadii sana laati walcuza inuu haleeli doono nabi maxamed iyo asxaabtiis wuu ogyahay cidda la baxday wuxuu dhaar ku maray inuusan dib usoo laaban amaanu soo laaban ilaa inuu dhiig ka daadiya dad waa inaan laayan buy mar haddiiba islaanteedii lala tegay maa kaada almuslimuun yuniikhuuna rawaaxilahum fi shicbi xata qaala lahum rasuulu sal allah alay wasalam man yaxrusuna fii leylatina haadi dabcan markii meeshii la yimid waa la rabay in halkaa la dego oo markaa waxaa la wixii gaadida la watay iyo halahoodii halka ay ku oroomiyeen nebiga wuxuu yihi caawiyaana ilaalinay ilaan dareen baa jira ah ninkaasu inuu ku daba jiro oo raadinayo waa nin dhaartay uu yidhi wallahi dhiig baan daadin doonaa caawa wuxuu yihi caawa yaa inoo noqonaya waardiye yaa gaarkahay inoo noqonaya ilaan dadku way daalan yihin qis baa laga soo laabtay haddii la wada dhaco waxaa laga iyagoo hurday in markaa qof intuu iska yimaada iska laayo weli nin xaraaqsan oo islaamtiisii lasoo kaxaysa nin sahlan maa fa qaama ilayhi cabaad bin bashir wa camaar bin yaasir waxaa istaagay laba nin oo voluntarily hawshii inay ugutaan rabo cabaad oo saxaabiga hadda aanu ka hadlayna iyo saxaabigii loo yaqiin camaar bin yaasir unoo iman doonaa safxada 501 taariikhdiisa wa qaala naxnu yaa rasuul allah fartay taagan waxay rasuul allow annaga nagu dacaawo waqad kaana annabiyu aakha baynahuma xiina qadima almuhaajiruuna cala almadiina labadan saxaabi oo cabaad bin bishir iyo camaar bin yaasir waxay ku jireen saxaabada uu nebiga u walaaleeyey muhaajiriin ansaar watuu nebiga walaaleeyey markii madiina uu nabara la yimid
labadiina waxay ahaayeen halka islaamku ku wadaagay oo nabiga sal alla slam walaalaba ka dhigay. falama kharajna am falama kharaja ila fami alshicab, markii ay usoo baxeen marinka laga soo galo wadiiqdan ama wadadan ama arjabadan ay xalay ay baryeen meeshan, dabcan meeshay hurdaan waa in marka waardiyo waa inuu istaago meelaha laga soo geli kara manaafida exitki inuu istaago, ma hadii dhaxda inuu istaago maa. markii ay u baxeen oo buurta afkeeda sare ama dusheeda sare markii aadeen, qaala cabaad bin bishr liakhiihi camaar bin yaasir, cabaad baa wuxuu ku yiri camaar walaalkii ahaa, ayu shatray lleyli tu'thiru an tanaama fiihi awalihi am aakhirihi, habeenka labadiisa qaybood kaa jeceshahay, laba shifti buu jira ayaa waardiyo waa laba shifti noqdo, midna waa inuu awalka intuu waardiyo noqdo qaybta dambe uu seexdo, midna waa in maaragtay isna uu waardiyaha uu galo xilliga kale ka kala ka duwan. marku labadan shifti awalka iyo aakhirka kaa jeclaan lahayd inuu waardiyaha qabatid, ma dadka waxaad tahay habeenka soo jeeda oo maaragtay maalinka seexda miyaa tahay mise maxaad jeclaan lahay. qaala camaar bal anaamu fii awali, wuxuu yidhi aniga qaybta hore ayaan seexanay qaybta dambaanigeyda, wadajca gayra baciidin canhu, meelan ka fogeyn buu camaar halkaasuu iska seexday, cabaadna waardiyihii isaga marka ciidanka ilaalina. wa kaana alleylu saajiya haadian waadica, habeenkan wuxuu habeen aad iyo aad mugdi u ah degan oo amni u ka muuqda shanqar bacna lahayd. wa kaana alnajmu huwa alshajaru walxajaru tusabbixu bixamdi rabbiha watuqadisu lahu, markay xaaladu sida ay tahay, walahu maa sakana fi lleyl, waxaa la wixii dhulka ka baxa oo geed iyo daaqsina dhagaxa iyo derbi wuxuu doono ha noqdo intuu ilaahay subxaana watacaala hufayaan u tasbiixsanaya, iyagoo ilaahay subxaana watacaala marka mahadi uma hadnaqay maa in min shayin ila yusabbixu bixamdihi walaakin laa tafqahuna tasbiixum, markii xaaladu ay sidaa tahay wax bay degan yihin oo haddii xidiguhu ay sidaa ay yihiin way tasbiixsanayaan oo geeduhu ay tasbiixsanayaan oo dhagxaantu ay tasbiixsanayaan oo jawiguna saa u degan yihin. fataaqat nafsu cabaabin bishrin ila alcibaada washtaaqa qalbuhu ila alqur'aan, washtaaqa qalbuhu ila alqur'aan, ninkii cabaadaha maxaad ka ogey nin cibaado badan buu ahaa, qalbigiisii waxaa soo galay hilo uu u qabo qur'aankii, cibaadana uu iska jeclaan jiray, waljaaliskan jaansa lumin karo maaha, yani caawana ilan maaha inagoo kale ma intaasa ahaa inta aan soo jeedo facebook inuu galo ama maaha wax kale kuma mashquulin darna ma ciyaar, wuxuu yidhi waa waqtigii cibaadada la gudan lahaa, markii waxaa soo galay damaca cibaada. wa kaana axlaa maa yaxluu lahu alqur'aanu idaa rattalahu musalliya, goortii ugu jecelyahay qur'aankan wuxuu ugu jeclaa markuu aqrina isagoo tukanay, mar walba wuxuu jeclaa qur'aanka inuu aqrana sida ugu wanaagsan qur'aanna lagu xifdiyo laguna sugo dhadhankiisana uu sabax marka lagu tukano. fayajmac mudcata asalaati ila mudcati atilaawa, waxa halkaa wuxuu kulminayaa marka macaankii iyo raaxadii uu ka heli lahaa salaada iyo raaxadii macaankii uu ka heli lahaa qur'aanka. fatawajaha ila alqiblati wadakala fi asala, qibladii uu sujeystay salaadiisu galay, watafiqa yaqra min suurati alkahfi bisawtihi shadiyi nadiyi cadl, codkaad ogeyo ilaahay uu siiyey isagu marka ay ka muuqato murugta iyo tiiranyada dhadhanka iyo macaanka lale buu wuxuu ku aqriyey qur'aankii isagoo ka bilaaba suurat alkahf, wuxuu rabaa marka inuu caawa dhanba qur'aanka halkaa kaga baxo. wa fii ma huwa saabix fi hada annuur alilaahiy alasna, isaga oo dhex dabaalanaya nuurka kan ilaahayga saa u sarreeya, gaariqun fii lalaa'i diyaa'ihi, iftiinka kan ee nuuraaniga ahna saa u dhex tiimbanaya, aqbala rajulu yuxuthu lkhuta, ninkii iyaga markaa baacsanay ama ku daba jiray oo ordaya waaba kanaaba. falamaa ra'a cabaada min baciid muntasiba calaa fami shicab, markuu arkay cabaad oo taagan oo halka buurta laga galana taagan, carafa ana annabiya wa saxbahu bidaakhili, ninkaa markii wuxuu usoo baxday uu gartay nebi maxamed oo baadigoob ugu jiray iyo saxaabadiisu in halkaa degan yihin oo ay shicaabta dhexdooda dhex degan yihin, wa annahu xaarisu lqowm, ninkaa taagan humaaga u muuqdo meesha taagan inuu yahay gaarkaayihii dadka. fawatara qawsa, halkaasuu marka wuxuu isku aadistay,
قوس قيسي وتناول سهما من كنانته فلارم كلا صبح جبويه وسيتي ورناه به مركز الشيش ووضعه في مركز الهرم عباد وتاجن بالو رفتي ورمي نعمل جيرا فلارت فلارت ما يكون عليه فانتزعه عباد من جسده وسكسي ومضى متدفقا في تلاوة غارق في سلاته مركب بحشم وسك بحتين بده قران كاس قران كاب ما بأمه قد توا فالأربع كبر عذي يحبال موسى طور يسك به قران كيسيو فرماه الرجل بآخر فوضعه فيه مت كل هذا ملص قصة شيشة القصة شيشة قصة أبارة سيد وكان كان حصري فانتزع كما انتزع سابقا سيد فلارتي هروسي ومبيحي فرماه بثالث من السبحات بهذا ملص أبارة ولا هلا فانتزع كما انتزع سابقي لوالي هرسوسي ومبوسي قران كيسو وطا مركي ماشا مريسو فلارتي سبحات عمارسو وزحف مركز روح بالله الى مركز كان تبرتها تيجي سوما يعني وضع عليه سيدا كان موقتا كذب حمارتي او قرقورتي حتى غدا قريبا من صاحبه الا او كذا والي هل كي اجي فين حي عمار بن ياسر وايقظه قائلا مركز عمار كع توس انهض هذا كتوس فقد اثخنتني الجراح داوع اي فريسيه من دقاقي كره مركو قفكم مركا إثخان ومرق قفك وحرقه يسوى لمبا ومرق ديك ساو قبحنا وخلاص فلما رآهم الرجل ولا هاربا نينك مركو أركي لو أن النقطة وعباد وصلاة دي كبحي يعمار وحدود الرسول التوسية نينك عوح كده وورد وحانت التفاتة من عمار إلى عباد نينك عمار هكو من العسل عباد فرأى الدماء تنزف غزيرة من جراحه الثلاث وهو أرك ليك ساء برقانية اللي نسدح فلار وفلارات دين لقى السوري والقريم ليك بحكا فقال له يا سبحان الله مع مركع عمار بعض الوحيد هل لا أيقظتني عند أول سهم رماك به وبحال إيه توسين وين مركي أقول ريسا فلار تقول ريسا مركي كور علي محال على الأقل ما كجاري لهين قال عباد مركي وركا فقال عباد وركا انت المدى أي مرة بعلمة ما شايلا كنت في سورة أقرأها صورة بنقيني بي فلم أحب أن أقطعها حتى أفرغ منها ما أنا أنجع ليسا إن كالقويو إلا أن كالمشت وأيم الله لولا خوفي من أن أضيع ثغرا من أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه حتى أنا أنكب قنين بي إن أنضيعه مال النبي يري على مسؤول كأ عاورديها لا حتى أنا أنكب قنين بي إلا النبي قالت تهتيه لكان قطع نفسي أحب إليه من قطعها إن أني اللي يدلا إجاسة لنا إن قرآن كان كذا يقول إن سد يسال الله كذا جرى إجاسة لنا إن قرآن كذا يقول هل كان مركا وعطي قال أنا إسا مركا لقاش يكيني عباد بن بشر قرآن كمركا لقاش يكيني ما ها قرآن اللي سجاه لا قهدنا كهد الشيء من إسكا أقيا ما وحاول الشقيني دي جيسي قرآنك وحاول الشقيني قلبي جيسي قرآنك وحاول الشقيني جيسي جي قرآنك وعلى قرآن ما السعودة إلا في يونا سان رغي ما هي من عالية ما هين هذا الرجل الصحابي الجديد لذلك علمه طبعا وحا غريبة نيكا ساول الدنسان وقتي مبدع إتحاد وانت صف الله لأدعى قرآن كان كده قويني أنه وحا غريبة قرآن إنه نوشي لنه عن شيء كان ضد دالي إن قرآن لأقلن أنه أسكو مش قصان إن قرآن وشي لنه عن فيسبوك يكجر إن على الأقل حتى إذا صلاتي دي قرآن لا جهر يقر الله دي يقف عليه وحدة لكم مش بسين لكن هيك القرآن بوح كلوي وحكوا له على الوضع اللي ده نارك يعني سيد القرآن ما كان حجة سيد طبعا أنا حلقي الجواري لو كان ما كان صار إنه كان يقولي عمل أبو القرآن لشيته القرآن كان مركل لشيته حكى لك جونين هاد بي أندر مايستر من يعني مثلا إذا الله أقرني تبت يدا أبي إذا لما رح كود دميني ريكورد كهد دميني وعجلتي هدا مني وما أردتي سيدي هيستاجين قرآنك حديث إن قطه حديث حتى تلفون وقصة لعطى عادة آخر كذا جهر حال قرآن هو يسوى تاصمة هكذا جون يعني على الأقل أنت هكذا كسل هدانا بحتى صورت قال كوا هنا روح لما تقول لك القرآن كذا مسيب قرآن كمان كل قلت كذا نقول لك عسولة إن ناشئة الليل هي أشد وطا وأقوى مقيلة إن لك في النهار سبحا طويلة واذكر اسم ربك مركو إلهي وتلمامري واكن ذلك كان اهل القران كان
qolyahan way marka qur-aanka dadka macnaha u samayna waxaa ilaahi subxaanah watacaala marku li wanunazilu min alqur'aani ma huwa shifaa waraxmatu lilmuminiin walaa yaziidu aldaalimiina ilaa khasaara. Qur-aanka markaan soo dejinay waxaan soo dejinaa inuu shifana u noqdo naxariisna u noqdo dadka muminiinta, laakiin qofka daalimka ah si kastuu xaafid u noqdo biqiraa'aatihi alcashar, si kastuu xaafid u noqdo biculuumihi kulliha, wax kastaad ku xidisayn. Laakiin qur-aankan aan runtii aan dhab ane ka ahay waxba u kordhinay, waxaan dulmi ahay, waxaan khasaarahi uma keenin. Marka qur-aankan ilaahay in lala noolaada haddii la rabo waa sidii cabaad bin bishr oo kale in looga fakaro. Cabaad bin bishr wuxuu qur-aanka u ka dhigtay haddii aan ka dhigano qur-aanku dhan noo yeelanay. Taa waa mowqif muujinaya mowqifka taqinimada caabidnimada qur-aaniga ah. ولما نشبت حروب الردة على عهد أبي بكر رضي الله عنه مركي دقال الذي ردنا هاني مركي دين تيسق الله عطي أبو بكر ودقالك أقول لك مركي دقال الله سؤال بالله جهز الصديق جيشا كثيفا للقضاء على فتنة مسيلمة الكذاب واتن أبو بكر ودياري عيدا عرم رمأة واللي حال له آدي أبو عرس سمك الله سأفجر في النظم أولو بن لوغا مسيلمها وإخضاع المرتدين الذين ظاهروه وإعادتهم إلى حضيرة الإسلام إيه إن مركا لا شوكة جرويو نمانكي دين تي إلهي كرب الدوبي ألصف تي مسيلمة الكذاب ويوغر رمى دون لوغو سعو الإسلام. فكان عباد بشر في طليعة ذلك الجيش أيضا كا أو بكر أبو لوغ سكو جيي أما أقاسمي أيضا كا هرموت وحاوها أما وحكو جردتك هجامين كجل عباد بن بشر. وقد راى عباد خلال المعارك التي لم يحقق المسلمون فيها نصرا يذكر من تواكل الأنصار على المهاجرين وتواكل المهاجرين على الأنصار ما شحن صدره أسا وغيظا وسمع من تنابزهم ما حشى سمعه جمرا وشوكا فأيقن أنه لا نجاح للمسلمين في هذه المعارك الطاحنة إلا إذا تميز كل من الفريقين عن الآخر ليتحمل مسؤوليته وحده. cabaad bin bashir intay dagaaladu ay socdeen muslimiintu dabcan bilowgii dagaalka runtii horaantiisii hore wax guule mayan soo hoyin. Markuu arkay waxaa u muuqatay xoogaa in bahasha isku halayn badan ba muuqatay oo nimanka ansaar oo mas-uuliyadda dusha ka saaray muhaajiriin in muhaajiriin oo nimankii markaa ansaar kaga baxay meesha wuxuu waa wax runtii aad iyo aad uga murgaaya ahayd. Wuxuu kaloo arkay haddana in qaarkood qaar kale ceebaynayaan oo leeyihiin yani xoogaa la isdurayo muhaajiriintana ay xoogaa ku godayaan nimankii ansaarta, ansaartana ay ku godayaan nimankii muhaajiriinta. Marka waxaa u muuqata markuu arkay in situationka dhan dadku aanay wada socon oo hal gacan aan la wada ahayn, dad midaysan meesha inaanay joogin markuu arkay, oo bahasha ay noqoto isku tuurtuur markay noqoto ansaar ay ninkaa ladin karaba muhaajiriin ninkaa ladin markay meesha marayso, ayqan waxaa usoo baxda u yaqiiniyay muslimiinta in aanay guul ka soo hoyi karin dagaaladan socda ilaa in la kala saara mo la yihaahdahay ansaar ee idinka dhan u baxa, waatan bandiiradiina calankiina warkan dhankiin haddii laynagaga yimaadan jabka idinkaa noo keen, muhaajiriine idinkan calankiina qaato xagga u baxa haddii dhankiina lanaga soo galo intan yani dadka markaa roolkii inuu kala cadaado oo markaa job description uu jiro oo la yihaahda adigana roolkan baa kugu ogahay dhanka midigyaan laga iman haddaad muhaajir tahay dhanka mid ansaar ee idinkaa idinku ogyahay xaggaa dad baa lagu ogyahay in la kala saaro. وإلا هذيك راح نقول إيسا إن إسكو هلا إنه اعتماده مسؤولية كبحث إن اعتماده تنصل على المسؤوليات إن اعتماده كذي من هذول جب ما لنا إلى هذا ولا ليه الدور كي يوم كتير لكن هالك هسي كل يعني وأنصار يقول هذا ما يمهاجرين تبنا كذا من الرجعين ومهاجر ما هالك هسي بعشو كتير سي هوش والله جابه قام بقات إن قرار المال إن تلقوا قاعدة مسؤولية أنا دوش الغصار أو ما كان عمره حصل يولي على المجاهدون الصابرون حقا هي إن وليعلم إن لأقاده يا مجاهد طبعا دادكم ما إلا وقت الردال وجلا حتى ما قران قرنو نينك حقا كتس نينك إنت كتس نما كلا صاري كرا نينك رب أي كتها جهات كلا ما كلا صاري كرا مركا مركي وحو كان خطة استراتيجية وحلوك لسوع أي وحو يروحان ربا سي لو أقاد يا مجاهد يي يو هلقن كو رب أكيه يا هوش سيدا يتهي أقودن سي لو كلا صارو نول بوس ما كو قابل. وفي الليلة التي سبقت المعركة الحاسمة هبينك يعني كهري يعني انت اني معركة دي الوكالة بحي انا
يعني مانتو كلا هي معركة دون عادي حلب كلا مكة يحيى. رأى عباد بشر فيما يراه النائم، رب رأى عباد من بشر فيما يراه النائم، وهو كريور أن السماء انفرجت له صمدي أوصاو كلا بلقات الباب الذي فرمه. فلما دخل فيها مركو قران طمته إليه وأغلقت عليه بابها مركز الباب الذي سحران يسكن الصمدي بصال الأول لقضي وداخل كيدو قال تاسو كريور. فلما أصبح حدث أبا سعيد الخضري برؤياه مركو أبريسي بوريدي حالي وكريور بوح وجاو الرمي أبو سعيد من قدر يبدأ حاله عن كل يوم أنا هو الدم عن كل يوم إياه وصمود إيساء إيكال البابين إيكال فورمان كدي من أنجلي كدي من البابين يسحران أسوي بحوه. وقال مركز سير والله إنها الشهادة يا أبا سعيد سجى فصيرني إنها الشهادة يا أبا سعيد أبا سعيد وأحكى لكم فصيري وشهادة بالإن هذا هو شهيد دوا يعني الرياض النبي صلى الله عليه وسلم تنو تنامي رؤيا المؤمن قفك مؤمن كالرياض يسبان من نقط وحين كبت جزء من أجزاء النبوة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتنامي قال هم قفك مركو صادق يعني رياض إن الرم نقطة مرة توكس كل يوتي إن سن إسقلاف عرب كاري واحد أفك كلا هذا هاي يوحد أمي سنتين إسقلاف واحد دك وشي اللي سواحد كل ده ما يسيان إسقلاف بانت عادي حتى كفتن كا مركات كفتن حتى بان افكارك الى البان وينسك بالداي قف ماركو رونت لازم ريو سن رون بان خالص وحان ترى رمضان ان كور يون او اضغاط احلام كا ربنا ترى رمضان ان كور يون مركا صوت توصل وحبا انا كدي وحكى لما ما حي علي ان قفكي اسمه مثلا هذا بكي سيك الله شاق اشكو مالي اما بان تابع لازم اوح بان بوغي دكي انا ميورب جوين الرياضة مشقين دون حان بان بكون نور marka riyada maxalgaa waxa dhan meel buug noqoto wax ka shaqeeyo aan idin marka qofku waa muhiim inuu isbaro inti karaankiisa ah inuu marka runta uu sheego mowqif ugu ogol yahay oo meeshii dara meeshii falamma tala annahar wastuni fil qital waali markuu bariyay dagaalku u dib ka bilowday ala abad bin bishr nashzan min al ard wa ja'al yasih ala bin bishr marka meel yar oo sarreysa أنتم كيشتاقي بأخر فرتوقيلي يا معشر الأنصار تميزوا من الناس أنصاري ذات كرح بحقيس وبحر واحطموا جفونا السيوف وحاج جبسان بيل سافها أسيلتان قلل كوذان اسكت جبيل معنى الله قلل كم حال لو سيتا إن مركز سيفتا الوصول تقال لما ومشين كالفولي دي بلو سوعي لسام وعور ربا يقول وحرتان إنس الجريم دي بني الوصول الله المركز قال كذا طول معناه مسافتي وين كنت جبته وين يقول ابن الشهيد ولا تترك الاسلام ولا تترك الاسلام يؤتم من قبلكم اسلام كان يعني كينا الله قائما وما زال يردد ذلك النداء طبعا انصار مكه سيف سجيد لان خلاص مكه كلها يهين هذا هو ضربه كلمه داس اني ذهب سعيد حتى اجتمع عليه نحو 400 منهم على راسهم على رأس ثابت من قيس والبراء بن مالك وابو دجانة صاحب سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم مركو سيدا يجد ورقار ربحا وضدك الصعم أي قيس كيس يوحى صاح عمر يسودي من أفر بقول أنصاري فهو يبوه الرأيان رجي رسول الله وثابت من قيس ماشي كل جريك سحابي وما إمان ضان البراء بن مالك ونصوم مرك يا أبو دجانة وأهنيكي صاحب سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم سيف رسولك inki sidan jiray intaas aan meesha soo gootay wuxuu rabaa marka in dadkan uu ka soo jeedo ansaarta in halka waxa la raayay muujiyaan in dhankooda aan licnaan aanay ka iman halkooda aanay baylaha noqon in dhankooda islaamka lagu jibin nimanka muhaajiriinta markay arkaan ansaar oo gaar u baxday oo dagaalka siday tahay u galeen iyagu marka waxa laga rolkooda inay gutaan wamada abbad bin bishr bin ma'ahu yashuqqu as-suyuf bi sayfi intii isugu timid 400 ziyada lahayd بو هجانكي وقبتي مكاسوح بالله إنه لح جباحه صفوفتي عينا كي أبو مسنة الكذب ويلقى الحتوف بصدره وحلم في جيري عن هلاطه ودكتو ماشاس يعني معنى وحي كيما لها كيما حتى كسرت شوكة مسيلمة الكذاب ومن معه أدو إلى حديقة الموت ومركة مركي بعيدا كي وتي بين عليه مسيلمة إن من ماذا شكت وتي للجبيب وأتي مركة يجيب وقصي قانو بارتي لما بعد حديقة الموت أن كسر الشيكين وعلى رأي صحابة يكون مجيان هل كان سيسر كبقى لين
وهناك عند أسوار الحديقة مركا مركا هلك أي تهي بيرتاس معركتي هريري هذا أيا سقط عباد بشر شهيدا مدرجا بدمائه هلك أصو مركا كل عاد واللقول بدي سوى شهيدة دي جنسا مركا واحد قليل وفيه ما فيه من ضربات السيوف يضع أي جارين انت صو سيف كل عاد وطعنات الرماح انت صورنا الغدور واقع السهام انت صف الله لك بحبه حتى انهم لم يعرفوه الا بعلامه كانت في جسده الا لقرن وبوايب يعني لقرن وايب الا استاير جركي سكوتي باي كفه من انه نيك عن عبادها يعني ما كنت تكلم بصدق مو تكلم وانا كان مركه رحمن هو قايمين يعملوا في جيران وقتها هو قايمين اي تاي من الضب وانتو كان يعملوا في جيران ومركه وتواضع تسوق تكلم وان جهاد يعملوا في الله سوء جهاد وغاكيسا يعني معنى ومحن مركو إله إلي من المؤمنين الرجال مؤمنين تحركبع كمن هذا إذا قلت كبير المؤمنين يبو إله هذا نكال السعية رجال مورا سنة رجال باكو جدا ومحيه ربه صدقوا ما عاهد الله عليه بل أنت إله إلا قلت بكر الشهيد مركز إله فمنهم من قضى نحبه ضرنوا أي تقان وخلاص ويشهيدين ومنهم من ينتظر كوانا وي هدي كوراني وسوقيا وما بدلوا تبديلا بل أنت إله إلا قلت حتى حرف بين دونه سنة الفولية إله سبحانه وتعالى نعم جم يضص وحان قال لنا هذا أبوه وقت الرسول وحان قال لنا صحابة أبوه وحان قال لنا صحابة أحدوا على سيكة السعية مركز على من المؤمنين الرجال بك مو غسن معهم لنا صحصورة هذا الجوغة كل ما ضدكم مسعيد بالسعود بحلاك ضدك مو غسن صلاة ولا تكلاك ضدك مو غسن قرآن كوالا وضغلاك مو غسن قف ما يبقوا تاقي قف صلاة ما يبقى معنى قارسي ساقف قف قرآن معنى قارسي إله سبحانه وتعالى ما يقول قد العباد بشر نين صادق وعرق وحو كله يهدي وحلاتي سكو جرين فلكي سنتو بأس وطانو هارمنايز تأيين بوها إله سبحانه وتعالى نشهد سبحانه وفجي رحمة الله عليه ورحمة الله بقية الصحابة ورحمة الله معنا معهم إنه جواد بر وفرهم وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.